كعادة مصر دائما تحمل هموم أشقائها في الشرق الأوسط بل إفريقيا بصفتها أكبر دولة عربية، فلم تتوانى يوما عن نصرة العرب، فهي دائما تحمل راية السلام والاطمئنان. تحملت مصر خلال الفترة الماضية ضغوطا شديدة بسبب مواقفها وتحركاتها الداعمة لحقوق أبناء فلسطين منذ عام 1948 وسعي القاهرة الدؤوب لحماية الفلسطينيين من الجرائم الإسرائيلية. لم ولن تتخلى مصر عن دورها كقوة إقليمية تقود وتناصر قضية فلسطين، مثل ذلك في مواقف رؤسائها والمسؤولين بها في المحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية. فمنذ 7 أكتوبر من العام الماضي تسعى مصر للحفاظ على الحق الفلسطيني في الأرض وحماية أرواح المدنيين، فضلاً عن توفير الممرات الآمنة للمساعدات الإنسانية، حيث إن الرؤية المصرية تقوم على ضرورة تحقيق مبادئ الشرعية الدولية وحل الدولتين القائمة على حدود يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وبرز الدور المصري في القضية الفلسطينية كركيزة استقرار المنطقة، إذ اتخذت القيادة السياسية خطوات واضحة وحاسمة من خلال عقد قمة القاهرة للسلام 2023 والتوسط في المفاوضات بين الجانبين بجانب الأطراف الإقليمية والدولية لضمان التوصل إلى حلول عاجلة على المستوى السياسي والإنساني. أما على الصعيد الإنساني فبحسب إحصائية فإن 87% من إجمالي المساعدات التي دخلت غزة مقدمة من الدولة المصرية أو مؤسسات المجتمع المدني بها، والتي منها المواد الغذائية والإسعافية والوقود والمياه. لذلك تظل مصر دائماً مطالبة بحق فلسطين في أراضيها مع تقديم جميع أوجه الدعم لها ضد الاحتلال.